ومن خصائص هذه الأمة التي امتازت بها عن الأمم السابقة أن الله رفع عنهم الآصار والأغلال التي لا يمكن أن تطاق. رفع الله عنهم الإصر. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما الأمم السابقة فإن الله سبحانه وتعالى قد كلفهم بأشياء فيها مشقة وعنت، من بينها أن الواحد منهم كما جاء في السنن إذا أصاب ثوبه بول لا يجوز له أن يغسله، بل عليه أن يقرضه بالمقاريض، يعني عليه أن يقصه، ولو غسله لم تصح له عبادة. كذلك من الآصار والأغلال التي في الأمم السابقة أن المرأة الحائضة إذا حارت لم يؤكلوها لا في مطعم، ولم يشاربوها في مشرب، ولم يجامعوها في البيوت، يعني يخرجونها من بيوتهم. هذا من الآصار والأغلال.